انتوا دايما بتشوفونا مع بعض، فانا بصراحه يعني اللقاء ده مش هيبقى فورمال قوي زي ما بتشوفوني مع الناس. هو هتلاقي فيه هزار وهتلاقي فيه مناقشه وحاجات كتيره جدا، عشان معايا النهارده اخويا المحترف مرتين كابتن محمد امبابي. بلاش الماتش ده بالذات بعينه، انت من وجهه نظرك ليه اصريت ان انت تاخد الماتش ده؟ انا مش كبرت او مش شايف ان البطولات دي قليل. تقدر تزق بعض منهم وتبتدي تثبت في نص المسرح ويبقى ليك كيان ووجود على المسرح، انت شايف ان انت تقدر تعمل ده؟ جيت لعبت كذا ماتش هنا، ما حسيتش ان في ظلم زي ما ناس كتير بتقول. احنا عايزين نعرف كابتن محمد نواف بيجيب فلوس منين عشان يصرف على اللعبه دي. عايش حياه محدش يقدر يستحملها. بعد يوم دخلتك انت عملت ايه؟ عادل فهيم قدم لك ايه؟ هو السؤال صعب.